نطلع في المترو في فرنسا ويعود القاوري قاعد في المترو ويتلفت لي يعمل لي هك ماما، نتلفت له يعمل لي فيديو على الكرسي هك يعني يجي يقعد، خاطر انا ما نفهموش بالسوري لهنا، قسمت بالله يعود يهز فيك من راسك لساسك ويتكلم الكلام الزايد ويتكلم الكلام الزايد ولا يخليك تقعد هك. والله انت هكا عديت مده غادي في فرنسا في الخارج، شنو الحاجات اللي لاحظتهم في السلوك نتاعهم؟ شنو اللي لاحظتوا التوانسه غادي؟ احكي لي. فرنسا غادي نظافه وكل شيء، نظافه غادي به في فرنسا، ما عندهمش العرايه كيما عندنا نحن هنا في تونس. بحاجه نبداو بالنظافه ومن بعد نحكيو على النقاط الاخرين بالنقطه بالنقطه. نظافه كيفاش؟ نظيف بلادهم، شفت تجي داخل الحانوت، داخل المغازان، داخل السوبر مارشي، داخل المارشي السيجارو تطفيه وتخليه في يدك، للي تخرج تحطه في البوبال، احنا هنا يلوحوا يشعل. شنو الحاجه الاخرى مثلا اللي لاحظتها في النظافه غادي؟ كل شيء، حتى من كلامه نعود هابطه من العماره وما يعرفنيش، يقول لي بونجو ما يعرفنيش، يعرفني انا تونسي وهو قاور يقول لي بونجو ويتعدى على روح. والله والله وراس ولدي كيما نحكي لك، نعود هابطه من البلاص يقول لي بونجور، نتلفت له نقول له نعمل له بيدي هك، خاطر ما نحبش نقول له بونجور، لا هو يقول لي بونجور انا نعمل له هكا بيد، لا ما نقولوش بونجور خاطر انا مسلمه، ما نقولوش بونجور، هو يقولها لي ونفهمه خاطر تلفت لي قال لي بونجور نعمل له هك، يعني وصلت. اما انا باش نعاود نقول له بونجور لا ما نقولهالوش. ملي ما هنيش راضي، ما كناش احنا هك، احنا نقدروا الكبير، قدروا المراه اللي تتعدى، قدروا الراجل الكبير في بلاصته والمراه في بلاصتها والراجل في بلاصته. وتو تو اللي هاني انا تو متعدي وواحد متعدي طفل قال هك كبر هك كلمه هك، وبعد تلفت قال للمراه تسمع، يعني خرجها من فمه وبعد قال للمراه تسمع، شنو معناتها؟ فمش قدر. علاش ولينا وصلنا هكا؟ خاطر ما فماش ردع في البلاد، الناس كلها ولات تحكم على زي راسها، الوالدين ما يحكموا، هما حتى كان الوالدين تربيهم في الدراهم يخرجوا لبرا يلقوا رواحهم مسيبي. انت نجحت، انت ولادك كيفاش؟ انا عندي زوز ولاد وطفل. الكبير تاكسيست، الثاني يخدم رايس في البحر، والثالثه تعيش لبرا في فرنسا. هذيك مكتوبه خرجت، والله خرجت سايحه لقيت مكتوبه غادي قعدت شنسي ولا فرنسا؟ لا قاوري وتوا مات، ما حبتش تاخذ خاطر مش تاخذ تونسي، شقد بها الاوراق ويسيبها وهي عندها بني. اي عاودي كيفاش شيخو تاخذ واحد تونسي يعود حارق من هنا تقول لك ناخذ ولد بلادي، بعد ما يقد بها الاوراق يلوح وهي عندها بني، عاد ما تقعد تعيش البنت خير فما الباهي زاد؟ لا لا انا اكبر منك ونعرف فماش الباهي، ما عادش الجيل نتاع تو ما فماش فماش. هي تو في قلت لي زوجها متوفى؟ متوفيه. يعني تاخذ في التقاعد نتاعنا؟ تاخذ امورها واضحه ولله الحمد، انا مازلت كي جيت من عندي انا تو. الظروف غادي ولا شوية؟ لا لاباس عليهم غادي خير من والله العظيم، ويقدروا نطلع في المترو قسمت بالله ويعودوا قاعدي يقول لي ماما، يعمل لك ما يعرفني ما نفهمش بالسوري يقول لي ماما، نتلفت له يعمل لي بيدو هك يقف ويخلي لي الكرسي. شكون هذا؟ القاوري اللي احنا برا صلي على النبي عايش ولدي خلي ما عجبوش الحال الوضع. القاوري قال لي باش اساله هو وين؟ في فرنسا؟ في فرنسا. اي كنت في فرنسا، من مشيت النهار 24 جوان هاني مازلت كي جيت. والله عايشين تمرميت ساعة الحراقة، والله مرمدي يباتوا لبرا يعودوا يطلبوا أنورو، يجيك يقول لك أعطيني أنورو راني حارق. نعطيه أي جاي يقول لي أنورو راني حارق، سواء تونسي ولا جزيري ولا مصري ولا مغرب يقول لك راني حراق، يقول لك حراق، هو يقول لك حراق أنورو. نعطي ايش باش نعمل؟ باش نعمل؟
والله منهم واحد قلت له يا وليد علاش جاي هنا روح لبلادك، قعد يخزر لي ما عجبوش الوضع. والله قلت له يا وليدي قلت له علاش تجي تقعد تطلب، تروح كل حد خبز وماء في بلادك وتحل باب دارك وتبات في دارك سخون خير من اللي تبات في الشارع. شو يقول لك؟ وعلاش باش يقول لي؟ تقول لك مراه عزوزه تخرف، شو باش يقول؟ باش يقعد يحكي معايا؟ شنو الحاجات الاخرى اللي لاحظتها يقول لي هذاك هو شني هذاك شني شني؟ قول لي انت قول لي. الغلا والدنيا كل كيفاش؟ فما الغالي وفما الرخيص، والرخيص اللي عندهم هما عندنا نحن لهنا غالي. مثال كل شيء الغلة اللي عندهم هما شقالة هكا مليانة ينوكس بالبنان بالتفاح بالخوخ بكل شيء، دوروا والله دوروا شقالة طماطم دوروا غير غادي عندهم الرخيص، ورخيص وهكا مش كيف نحن حشاك زبلة. نظافة خير منا نحن في كل شيء، بلادهم نظيفة. قلت لك الدخان ما يلوحوش يطفيه ويشدوا في يده للي يلقى بوبالا يحط فيه. حكيتي عن نظافة وحكيتي زاد على الاحترام في بعضهم هكا ولا في المعلم؟ ما فماش ما فماش، ما عندهمش كيف نحن ناكلام زايد، ما فماش ما فماش. يطلعوا في المترو يشد التليفون متاعو يعود يتفرج في التليفون، يا كتاب يا مجلة للي يهبط ما يتلهاش بيك، اش تعمل عريان مغطي ما يهمك ما يهموش فيك، والله لا يهموا فيك. مش كيما احنا نعود نهزوا في العبد من راس للساس. كنت حاجة تحب تعيش في فرنسا؟ لا والله لا لا لا. هاني انا قلت لك انا يقول لي ماما اقعدي ما ريتش عنصرية. انا قلت لك من جوان مشيت هاني جيت وعندي الفيزا لل لل 24 ديسمبر توفيل، وهبط هبط للانتخابات ها وصبعي مازال مسخلت ورجعت، هبطت انتخبت ورجعت. لا لا، النهار اللي جينا مروحين في المطار فما اللي ما جاتهمش طياره بيتين في المطار، ناس كل الدول الكل تجيهم طياراتهم ويروحوا واحنا التوانسه لا لا. في المطار لاحظتها لا تعمل صعب خصوص كتونيسا، وبالرغم عاطيني ورقه راني لكن دي فيليتي ولا اسم خاطر ما نركب كام فيه، والتونيسا توخر برش 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 برش. كنت نركب كنت باش نركب الثمانيه ركبت التسعه غير درج، وفما اللي باتوا في المطار وليمة غدوة باش يروحوا في متاع الثمانية، احنا اللي كنا باش نروحوا في الثمانية خلونا للتسعة، يروحوا باللي بيتين في المطار. ننصحوا ما يمشيش بلاش وراق يشد بلاده خير، والله بلاش بلاش وراق ننصحوا يقعد في بلاده خير. غادي توانسة غادي الطقس بارد هكا ولا بارد للاخر؟ اي كيفاش كيفاش التوانسة اللي ما عندوش كيفاش يباتوا لبرا في النهار يعودوا في الفكل نتاع المترو اش يسموا فيه في المحطات نتاع المترو، ما هما عندهم المتروات في تحت الارض تلقاهم قاعدين غاديك كي يسكروا المترو تلقاهم بايتين البر في البر. معاه ولا التونسي التونسي غادي ولا نقص؟ والله يا وليدي فما فما مازالوا يحنوا على بعضك يعود، يعني انا ريت ريت يجي واحد ويقول له راني تونسي مدون، ريتهم والله ريتهم في المارشي ريت ريت وريت ريت في المارشي حاطين ناس يبيعوا فاكل احنا نقولوا هنا الريكلا غادي يبيعوا، اللي يحب يخدم على روحه اللي يحب يخدم على روحه يحب يخدم يخدم اللي يحب يخدم يخدم، اما اللي يحب هكا نتاع كيما يحب يعمل في تونس غادي لا ما يعمل يلقى روحه